المستشار رأفت المتولي؟ كده هو، بس ده شكله اتغير عن زمان. مصدق نفسي هتقفل علينا باب واحد. انا كمان مبسوطه قوي قوي قوي. هتعمل كل اللي وعدتني بيه؟ عيب، انا اجب واحد يوعد ويوفي. اتفضلي عروسه برجلك اليمين والنبي. كنت هتقطع الفستان يا حيوان. حيوان؟ قلتي الادب عليا الطعمه. تقعدي على زيتي دقيقه واحده، انت طالع. يا جماعه استهدوا بالله وصلوا على النبي. ليك في حالك يوم. انا ما ارجعش في كلمتي ابدا. كرايه يا اخويا. تعالي يا بيت. لا طرية ولا ناشفة يا اخي. بس زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمكشوف، وكل واحد ياخد حقته. فين مفتاح الشقة يا ابن عمتي؟ مفتاح الشقة؟ المفتاح نسيته في الاوتيل. فين مفتاحك ياما؟ ما جبتوش معايا، نسيته. كمان سايب مفتاح الشقة لامك يا بتاع امك؟ اه بتاع امي اهو. انا بتاع امي يا اختي. ايوه يا اختي، هو بتاع امه. انت مالك؟ شفت؟ شفت اهو بانوه. بانوه ياما. بانوه. عمال فرحكم ان شاء الله، فرح اولادكم. الف سلامه. يلا بينا بقى نروح نطلع. ايه؟ لا احنا قدامنا شغل كتير. يلا بقى. طب استنى احط دي. احط دي يا روح. يا سلام، هي جت على دي. نهارنا رادي ان شاء الله. يلا. القمر اهو. شفتي بقى ميزه الواحد يعمل فرح بالنهار عشان ناخد اليوم من اوله؟ لا ما انا هنام. لا تنامي ايه يا عروسه، مفيش نوم طبعا. ده. لا تنامي ايه بس. بقول لك انام كده اهو. العفش اتصحر. ايه؟ استني، ده ما تبوش غير نجفه. يا نهار اسود. يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب. شاع عمري، شاع عمري راح. مين؟ يا جاسم. قشطة جوجل، العفش كله اتشوم في المخزن يا ابن عم. سيكا غالي انتوا. خالصة بالصلصة. حذر الرجالة. يا ابني ما انا عدم. عد الفلوس يا ابن عم، الايد غلطة خصوصا لما تبقى ايدك. والنعمة انا كنت عروسة قمر، لولاش القلم اللي نزل على وشي ده. ما انت كمان لسانك مبرد. إلهي يا رب يا صابر يفتح لك كل البيبان المتقفلة في وشك، وتبقى على وضعك كده. إلهي يا بعيدة تصحي من النوم تلاقي ربنا يبارك عليك كده. ياسر بس حضر. يبقى رستري حضر. ممكن
خالص يا جرح. جم 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 شبيلة. جون يا باشا، الواد ميسي ده لعيب. لا يا رجالة. جوجل دي يا باشا، جوجل ده عشان لما تيجي تخش على جوجل وتكده على البريد يطلع لك الحل من غير هاري ولا لط. شايف؟ شايف الهدية؟ مش جايب لها ميكرويف، هدية بتغسل على هدية. يا مؤاخذة يا كبنة، تعبتك معايا بس عشان جو البوكس ده مانيش فيه عشان برستيج. والله العظيم يا باشا كنت لسه بشكر فيه. فين العفش؟ فين؟ طول ما انت بتتنطط زي صوصة البنوليس كده مش هتطول مني حاجة. طول ما في عفش مفيش عفش. ايه ده بس يا ياسر باشا؟ اقعد اضرب بقى. عايزني اساعدك؟ طب اهو يا ياسر باشا. ايه ده؟ ايه ده بس يا انت تاني؟ ده كان فاضل حيطان يا خادع. فين الباب يالا؟ خد الباب كمان يا باشا. الشعة كانت مكمكمة، قلت اعمل لك طيارة. اه والله وحياة امك نظبطك يا ياسر باشا. يا ياسر باشا اقعد بكل حاجة. يا عم استغفر الله العظيم. ماشي نقعد نتفاهم. يلا وانا دمي في ايدك يا عم. يا باشا اسمع كلام الباشا الصغير، وبعدين لما يشوفك كده يعمل ايه؟ واحنا بنقول يا هيكله يا باشا انت دارس في امريكا وعارف. جوجل جوجل لخص وهات من الاخر. ماشي ماشي. طب هنشاهد الباشا الصغير يا عم. حط نفسك مكاني او مكانه او مكانك. يجيك يا باشا ياخد مراتي يلبسها قضيه شمال يلطها عشان معرفش يجندها. يرضيك يا باشا يعني خدها من عندكم ملطوطه. انت عبيط يالا تسرع عفش ولاد دخلاتي. يا باشا ما انا حكيتها معاك كتير، وداج المراه واضع والعتاب صابوني القلب. وبعدين انا سامحتك 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 كتير، وسكان اصاله حذرت انا بقى بكفرت على طول. ولا هات من الاخر طلباتك ايه؟ شريط اصاله. يا فراش جاهز يا هولا. انا صعب عليك بالعافيه. استنى هقول لك. تفرج على ليلى نو يعني الان افرج عن العفش، غير كده يا كبير هزعل واجيب ناس تزعل. وحياه دم السخن ده اديك اللي بستشفت رمي البلا سهل ازاي. على فكره انا عارف انك تقدر تسجني، بس عادي عادي عادي. قانون العقوبات في المادة 316 بينص على ان اللطة اللي احنا بيها دي من 6 شهور لسبع سنين. محامي ب 200 جنيه يجيب لي فيها 3 شهور 3 مانز. اخش اركلس كده بقى سليبنج وانامهم. اعتبرها خرجت. ايدك اوزها مجازي يعني. مراتي خرجت مجازي. ايه اعتبرها خرجت. مراتي خرجت مجازي. طب يلا يا لولا خرجنا خلاص كفاره. ايه يا باشا انت كده شايفني خفيف؟ انا مش هخرج من هنا غير مراتي معايا. اسحب لك سحبة مايكل يا مشمش. الجيران شكوا، وبعدين 100 مره قلت لك ان الميه بصابون بتاكل في المسلح، والمسلح موحوح لوحده. خليك في حالك يا اخوي. ما حالي هو حالك يا بنت. انت هتفضلي لابسه الوش الخشب ده لغايه امتى؟ والنبي سيبيني في حالي يا شيماء. يا بنت اتقمصتي من غلاين اعصاب ومش عارف على ايه. ده صبر يتمنى لك الرضا ترضي. ما ده اللي قهرت. نفسي اخلف لي حته عيله. احنا داخلين في سنتين جواز وست سنين خطوبه. كان زلنا جبنا اعمال وبذاكر له ماس يعني حسابي. العيل جاي جاي يا لولا. ربك ما بيديش الحسابين، بيدي الموعدين.
خلينا بقى من الموعدين، انت دارسه امريكا وعارفه. يا صابر حط نفسك مكانها برضه. خليكي في حالك انت، الله يبارك لك، انا حاطط نفسك مكاني بالعافيه. طب عاوزين نسقط بالليل ونروح الدكتور. حس بيا يا صابر، حس بيا بقى يا اخي. ساعه كده ان شاء الله هحس بيك. اشمعنى يعني؟ واخد مسكن مهبطني وسميت الناس، انا لا رايح دكتور ولا هجيب دكتور، اللي ربك عايزه هو اللي هيكون. اكلت الكلب، اصل دي روح مش يمامه هتجيب البندق بتاعها وتيجي. يا ابن عمي جاي معايا ولا هتطلع مع اليمامه تجيب البندق؟ حبيب قلبي معايا. بس حضر لنا لقمه حلوه. تجيب بوسه ولا ده موضوعنا؟ مش موضوعنا.